عدد قليل من النساء يشارك في هذا الاجتماع الانتخابي في بغداد، ومعظمهن يرتدين الحجاب. لكن في هذا المهرجان الانتخابي مرشحة واحدة تجرؤ على تقديم نفسها بطريقة مختلفة، صباح عبد الرسول، وهي في 36 من عمرها وأم لثلاثة أطفال، تقول إن طغيان الحجاب في العراق ظاهرة حديثة نوعا ما. في فترة 2005 و2006 و2007 هنالك أجندة خارجية دخلت للعراق، فرضت عليه تلك الأمور اللي شاهدتموها حضرتكم، فرضت الحجاب، فرضت العنف ضد المرأة. في حقبة ما بعد حكم صدام حسين تزايد عدد النساء اللواتي يضعن الحجاب في أماكن تواجد الميليشيات الدينية، وفي انتخابات 2005 المرشحات لم يجرؤن حتى على وضع صورهن على الملصقات الانتخابية، لكن البرلمان العراقي يولي اهتماما أكبر لأصوات النساء اليوم، والعديد من السياسيين يرون أن العراق ليس جمهورية إسلامية وأن الحجاب ليس إلزاميا. ليس فقط البرلمان المقبل هو جيد، المجتمع سيكون أكثر دافعا للبرلمان والمؤسسات الأخرى بالتأكيد على ضرورة تحريك ملف المرأة بالتحديد، والمزيد من الحقوق والتعاطي مع القضايا الملحة وعلى رأسها الأرملة العراقية. ونظرا لأن الكتلة النسائية في العراق تبلغ ربع المقاعد 325 المؤلف منها البرلمان، فإن النساء يتمتعن بفرصة أكبر لتمثيلهن اليوم أكثر من أي وقت مضى.